بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. عباد الله، لقد كفر اليهود بعيسى عليه السلام، أبغضوه وكذبوا دعوته إلى التوحيد وآذوه أشد الأذى، ألبسوه تاج الشوك القبيح وهموا بقتله، بل أغروا به بعض ملوك الظلم والعدوان، لكن الله عصمه منهم وحوصر في بيت المقدس زمانا. ألقى الله شبهه على غيره فأخذ وصلب وقتل، ورفع الله عيسى إليه، توفاه الله، يعني ألقى عليه النوم، والنوم أخو الوفاء. توفاه الله ورفعه إليه وهو نائم، فهو الآن حي في السماوات العلى. روح رفع وهو شاب في 33 من عمره، باتفاق الأمة واليهود والنصارى، رفع في سن الشباب، إلا من قال قتله من اليهود رفع في سن الشباب، وسيعود في آخر الزمان، لأنه مخلص المسلمين المنتظر، ومخلص اليهود هو المسيح الدجال، ومخلص النصارى والروافض لا حقيقة له، وهم ومحض خيال. سينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان في حرب الدجال، سينزل من السماء ويراه الناس بعيونهم وينظرون إليه بأبصارهم، ينزل واضعا كفيه على جناحي ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء عند الباب الشرقي لدمشق، والمسلمون محاصرون في دمشق الشام وقد عصمها الله. فلتعرفوه يا عباد الله، إنه عبد كريم وضيء، أبيض أحمر أشقر، عليه ثوبين دمشقيين يميلان إلى الحمرة والبياض، وهو عبد مربوع القد والخلق، ليس بالطويل ولا بالقصير، ينزل ويضيء وجهه كاللؤلؤ، كأنما خرج من ديماس من حمام، يقطر رأسه ولحيته لؤلؤا، والناس يصلون خلف محمد ابن عبد الله المهدي في صلاة الفجر، فإذا نزل عرفه الناس وقالوا نزل عيسى، نزل عيسى عليه السلام، فينكس المهدي في صلاته، يرجع القهقرى، فينزل عيسى عليه السلام ويصعد درج المسجد ويتقدم ويجعل كفه بين كتفي الإمام المهدي ويقدمه للصلاة ويقول إنما أقيمت الصلاة لك، تكرمة الله لهذه الأمة، ويتبين الناس أماراته ويلهمون تصديقه، وبعد الصلاة يمسح على وجوه المؤمنين الطائفة المنصورة أهل الحديث والسنة، يبشرهم في منازلهم، ثم يقول افتحوا الباب، ومن ورائه الدجال وأعوانه الآلاف المؤلفة من اليهود والنصارى ومن اتبع الدجال. فإذا فتح الباب ورأى الدجال عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء، لو أنه ذاب إلى أن يختفي لقال القائل ساحر وسيعود، فيقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة بسيف لم أتبينها بعد، فيهرب الدجال ويتبعه عيسى حتى يدركه بباب اللد الشرقي فيقتله هناك بسيفه، ويرى الناس دمه، ولا يحل لكافر يرى عيسى أو يشم ريحه إلا هلك، وإن ريحه لينتهي إلى حيث انتهى بصره. فإذا قتل الدجال حكم عيسى بالكتاب والسنة، وأنفذ عليه السلام ما أمته المجرمون والضالون من أحكام الشريعة، وحكم بكتاب الله عز وجل،
وأعاد الحدود وأحيا ما أماته المجرمون. يا طوبى عيش في تلك الأيام مع عيسى عليه السلام، ليس من حكم إلا للإسلام، يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام. يبدأ عليه السلام فيكسر الصليب، إنه رمز النصرانية الأرعن، يقتل الخنزير الذي حلوه فيما بعدما حرمه الله، يجعل السجدة في الأرض كلها لله، وتعود خلافة النبوة على يديه، وتضع الحروب بعد ذلك أوزارها، ويرفع الله من الدنيا الغش والخديعة والحسد، فيجد الناس معه السكينة والطمأنينة، ويحل الأمان في الأرض. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم متحسرا: يا طوبى عيش بعد عيسى، ويعيش في الناس 40 سنة، يحج ويتزوج ويولد له، ثم يذوق طعم الموت، ويصلي عليه المسلمون، ويدفن كما يدفن الناس بجانب نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا ما زال مخلص المسلمين، علمت اليهود الأمة الغضبية أنه ليس بابن يوسف النجار، ولا ابن زنية، وليس بالطبيب الحاذق الذي يتلاعب بالعقول، ولا هو بالساحر الممخرق، وستعلم أنهم أهون على الله من أن يمكنهم من قتله وصلبه، وستعلم المثلثة الضالة أنه ليس الله ولا ابنا لله ولا ثالث ثلاثة، وأن أبغض الخلق إليه اليهود والنصارى، وأنه ولي من والى محمدا صلى الله عليه وسلم، وسيبدو لهم ما كذبت عليهم القساوسة والرهبان، وجاء ما جاءهم من الخديعة من وراء أسوار الفاتيكان. سيعلم الروافض لعنهم الله، والخوارج الدمويون، وأصحاب كل طائفة من طوائف الأهواء، أنهم ما كانوا على الهدى. وستسكن أرواح أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة. قبل هذا يا إخواننا فتن ومحن وحروب وامتحانات، نسأل الله أن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يمسكنا بدين الإسلام حتى نلقاه سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.